السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوف القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. جميع الأشخاص يا جماعة معرضين في أي وقت من اليوم أو في أي مرحلة من العمر للإصابة بالصداع، واللي بيكون له أسباب كتيرة، منها على سبيل المثال الضغوط اليومية، أو بالنسبة لضغوط العمل، أو بالنسبة للطلبة ضغوط التفكير في مسألة المذاكرة. كل دي بتكون بعض الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى حدوث الصداع أو قلة النوم أو السهر. النهاردة هقدم لحضراتكم طريقة ممتازة جدا وإن شاء الله بتجيب نتائج جيدة، ومكوناتها بمشيئة الرحمن متكونة موجودة في جميع المنازل تقريبا. عشان نعمل وصفتنا يا جماعة هنستخدم المكون الأول معانا، وهو حبة البركة المطحونة، ودي طبعا نقدر نجيب البذور من عند العطار ونطحنها في الخلاط الكهربائي وتبقى بالمنظر ده. المكون الثاني يا جماعة هو اليانسون المطحون، هنعمله طبعا بنفس الطريقة، وهنستخدم القرنفل المطحون، وده نقدر نجيبه بالمنظر دوت، برطمان قرنفل مطحون موجود في السوبر ماركت يا جماعة، او ان احنا لو مش قادرين نتوصل ليه ممكن نجيب مسامير او حبوب القرنفل ونبدأ ان احنا نطحنها في الخلاط الكهربائي. وهنستخدم المكون اللي بعد كده معانا هو الزبادي. تعالوا مع بعض نقول لحضراتكم الطريقة ازاي، وهي ان شاء الله بسيطة جدا، وزي ما قلت لحضراتكم بتجيب نتائج ان شاء الله جيدة. اول حاجة نبدأ نعملها يا جماعة، هناخد من حبة البركة مقدار معلقة، وبعد كده نبدأ ان احنا ناخد من اليانسون المطحون هناخد مقدار نص معلقة، ونبدأ ان احنا ناخد من القرنفل المطحون مقدار نص معلقة بالمنظر دوت، ونبدأ ان احنا نخلط التلات مكونات مع بعض. وصفة سهلة جدا زي ما حضراتكم شايفين، وان شاء الله بتأتي بنتائج ممتازة. بعد كده يا جماعة نبدأ ان احنا ناخد من الزبادي ناخد منه معلقتين، ادي معلقة وادي معلقة. نبدأ بقى نخلط المكونات كلها مع بعضها بالمنظر دوت. وصفة سهلة جدا، وزي ما حضراتكم شايفين التحضير بسيط جدا ابسط ما يكون، هتبقى في النهاية بالمنظر دوت. كل اللي احنا هنعمله يا جماعة في وقت حدوث نوبة الصداع هنبدأ ان احنا نجهز الخلطة بالمنظر دوت، وبعد كده نبدأ ان احنا ناكل الخليط دوت كله بالكامل في حالة الاحساس بالالم، وبإذن الله هتحسوا حضراتكم بارتياح شديد جدا. لكن مع الطريقة ديت بننصح يكون موجود عندنا زيت حبة البركة او الحبة السوداء، ونبدأ ان احنا ناخد قليل منه ونعمل تدليك على مكان الصداع، يعني لو الصداع بيخرج من الراس نبدأ ان احنا نعمل تدليك على الراس، اذا كان في منطقة الجبهة او في الصدغين نعمل تدليك على المنطقة اللي بيصدر منها نوبات او نبضات الصداع. ان شاء الله حضراتكم هتحسوا بارتياح شديد جدا، وبإذن الله يعني الوصفة هتعجبكم بشكل رائع لا مثيل له. اتمنى حضراتكم تكونوا استفدتم بالحلقة، شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.